مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والأخير من حلقة الليلة من برنامج في الصميم، وهي حلقة نخصصها لنقاش الدبلوماسية الموريتانية في عهد الرئيس المنتهية ولايته، ونركز بالذات على رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي وبعض الملفات المرتبطة. ضيفنا هو الأستاذ عبد الله مدوباء، الباحث المختص في الشؤون الأفريقية. أستاذ عبد الله، كنت سألت في الجزء الأول، انتهينا يعني إلى سؤال عن هل يمكن لمن وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب، وحتى تم تسوية وضعه لاحقا، هل يمكن له أن يكون حارسا مؤتمنا على قرارات الاتحاد الأفريقي في رفض الاعتراف بالنظم التي تأتي من الانقلابات الحالة المصرية نموذجا؟ لا، بالقطع لا أعتقد بأن النزوة الانقلابية لدى بعض القادة الأفارقة بأنها هي التي جعلت إفريقيا حتى الآن تترنح ما بين انقلاب وانقلاب، والحالة المصرية هي الحالة الأحدث، وهي الحالة التي تشكل اليوم نكسة كبيرة في إفريقيا بعد النكسة الموريتانية سنة 2008، وأعتقد بأنها تفتح الباب أمام انقلابات محتملة أخرى في مناطق أخرى من القارة. لعلنا نتذكر بأنه بعد انقلاب 2008 في موريتانيا حدثت سلسلة انقلابات في غينيا بيساو على الأقل مرتين، في مدغشقر، في غينيا كوناكري، وبالتالي ومصر لاحقا. بالتالي أعتقد بأن عودة الجناح الانقلابي في إفريقيا إلى الواجهة من خلال دولة كبيرة في القارة الإفريقية وهي مصر، أعتقد بأنها نكسة كبيرة للاتحاد الإفريقي ونكسة كبيرة للمسارات الديمقراطية التي سعت منظمة الاتحاد الإفريقي ومن قبلها منظمة الاتحاد الإفريقية إلى ترسيخ مسارات سياسية هادئة تتوج دائما بتسليم السلطة بشكل سلس بين رئيسين دون أن يتدخل الجيش ودون أن تتدخل بعض القوى التقليدية التي كانت دائما تستأثر بالمشهد دون اللجوء إلى القواعد الديمقراطية. وأعتقد بأن دور موريتانيا اليوم كان ينبغي أن يكون دورا مشددا على الطغمة العسكرية الحاكمة في القاهرة على أن ترفع يدها عن العمل السياسي داخليا وأن تتفرغ لما أنشئ العسكر من أجله، وهو التفرغ لقضايا الأمن والدفاع، وبأن تترك السياسة للسياسيين. نلاحظ أنه مع تسلم موريتانيا الرئاسة الدولية للاتحاد الأفريقي بدأت وفود موريتانية تذهب إلى القاهرة، وزير الخارجية أكثر من مرة، وزير الثقافة المصري جاء إلى هنا، الآن هنالك بعثة للاتحاد الأفريقي يترأسها موريتاني، هو الوزير الأول السابق محمد الأمين وليقيك، تراقب الانتخابات في مصر. بعض التحليلات ذهبت إلى أن موريتانيا هنا لا تتصرف فقط لأن هنالك تعاطف وحلف بين ما سميتموه الجناح الانقلابي، وإنما موريتانيا هنا في الحقيقة تؤدي دورا لصالح بعض الأطراف في منطقة الخليج، السعودية والإمارات التي تدعم الانقلاب بقوة، وأنها تلقت أيضا مقابل ذلك دعما ماليا خليجيا واستثمارات سعودية. هل هنالك ما يسند هذا الأمر من معطيات لديكم كمتابع لي؟ أنا أعتقد بأن تلك التحليلات تقدمت بها بعض الأوساط، يعني تشابك بين المصالح الموريتانية أو بين ما يصادف هوى لدى بعض القوى الخليجية وما يوافق أو يوائم رؤية من يحكمون في موريتانيا. أعتقد بأنها أكيد بأن الانقلابي بالانقلابي يذكر، وبالتالي أعتقد بأنه من الوارد أن تكون هنالك بأن موريتانيا لا تتحرك فقط في الملف المصري انطلاقا من يافطة الاتحاد الأفريقي، ولكن هنالك كذلك تشابه في المواقف، وهنالك كذلك تشابك في الإرادة في الإرادة المشتركة بين الطرفين في أن تظل القوى العسكرية هي المهيمنة على المشهد السياسي في البلدين. وأعتقد كذلك بأن زيارات المتكررة لوزير الخارجية إلى مصر تتناقض مع قرار الحظر الذي اتخذته منظمة الاتحاد الأفريقي بعيد الانقلاب على الرئيس مرسي في مصر، وبأن توجه
وزير زيارة وزير الثقافة المصرية لموريتانيا في الأشهر الماضية، فإنه كان كذلك مخالفا تماما لقرار الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأفريقي على الحكومة المصرية، نظرا لأنها حكومة غير شرعية انقلبت على يعني نظام القوانين الأفريقية منتخب. ولكن لم نسمع أي تنديد أو أي مطالبة بتفعيل هل هناك فعلا في لوائح الاتحاد الأفريقي ما يحضر أي اتصال أي زيارة مباشرة بعد مباشرة بعد اتخاذ قرار تجميد عضوية الدولة؟ يسري كذلك قرار منع كل أشكال التبادل سواء على المستوى السياسي سواء على المستوى البروتوكولي بين النظام الانقلابي القائم وبقية الدول، حتى يعني أنتم تقولون الآن حتى يعود النظام إلى رشده. موريتانيا خرقت نصوص الاتحاد الأفريقي حين زارت وزير خارجية الاتحاد الأفريقي مرات، وزير خارجية موريتانيا حين زار مرات القاهرة، وحين زار وزير الثقافة المصري أيضا موريتانيا. أعتقد بأنه كان مخالفا للوائح المتبعة في إطار الاتحاد الأفريقي. أما بما يتعلق بتعيين الأستاذ وليقيق الدكتور وليقيق كرئيس لبعثة المراقبة الانتخابية الأفريقية في مصر، أعتقد بأنه كذلك يأتي في إطار سياق عام. نتذكر بأن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في موريتانيا أسندت رئاسة الهيئة إلى الأستاذ ويحيى رئيس وزراء الجزائري السابق. لكن المفارقة أنه هذه الانتخابات التي تتم الآن في مصر تتم رغم أنه لم يحصل هنالك أي توافق داخل مصر، هي انتخابات تقامت بها نفس المجموعة. أعتقد بأنها تحصيل حاصل، بأنها ما يراد من الانتخابات في مصر اليوم هو تشريع حالة الانقلاب وتشريع الرئيس السيسي رئيسا متمكنا في مصر بيافطة انتخابية ربما تكون يقبل السكوت يحسن السكوت عليها إفريقيا، بالتالي حتى تضمن الدول الإفريقية أو بعض الدول الإفريقية التي تساند الجناح الانقلابي في القارة بأن تعود مصر إلى أن تلعب الدور المطلوب منها إفريقيا، رغم أنه من الأكيد بأن مصر لن يعود إليها ذلك الاستقرار الذي كان يمكنها من أن تلعب دورا فاعلا وحاسما في قضايا القارة، ولكن على الأقل ستعود إلى مقعدها. وجود بعثة إفريقية لمراقبة الانتخابات المصرية وهي انتخابات بعيدة من أن تكون توافقية، هل هو أيضا خرق للوائح الاتحاد الأفريقي كما الزيارات أم لا؟ أعتقد بأنه يدخل ضمن أجندة المجلس في أجندة مفوضية الاتحاد الأفريقي بأنه إذا صير إلى مسلسل انتخابي في أي بلد إفريقي من الأحسن بأن ترافق الدول الإفريقية وترافق منظمة الاتحاد الإفريقي ذلك المسلسل من أجل تشجيع إجراء الانتخابات بعد وضعيات غير دستورية في تلك الدول. أعتقد بأن الحالة هي نفسها الحالة التي كانت موجودة في موريتانيا سنة 2009، هي الحالة التي وجدت مؤخرا في مدغشقر، رغم أن الاتحاد الأفريقي ضغط على الفاعلين السياسيين الانقلابيين في مدغشقر أن ينسحبوا من المشهد، فانسحبوا فعلا من المشهد. والعكس في مصر، لكن الفرق لم تتمكن القارة من أن تفرض على الرئيس السيسي أن لا يترشح. نعم الفرق نحن لاحظنا حتى في موريتانيا 2008 كان هنالك اتفاق دكار، واتفاق كان برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وفي مدغشقر كما ذكرتم كان هنالك يعني ضغط دولي وضغط من الاتحاد الأفريقي كبير. في مصر لم يوجد شيء من هذا نهائيا، ومع ذلك يبدو أن أعتقد بأن مصر هنالك حسابات، لأن هنالك حسابات سياسية إيديولوجية ذكرية دخلت على الخط، لأن العديد من الدول التي ترى بعين الريبة والشك بل حتى بعين الخوف من صعود تيار الإخوان المسلمين إلى الواجهة السياسية في بعض البلدان العربية وخاصة مصر، أعتقد بأن ذلك لعب دورا كبيرا في إقناع بعض الدول الفاعلة في العالم على وأد التجربة المصرية، وأعتقد بأنهم يحاولون الآن دفنها بعد أن يمنحوا للرئيس السيسي نياشين الرئيس المنتخب مساعد في ذلك. أكيد بأن نسبة المقاطعة للانتخابات كانت ضربة
كبيرة لهذا على الأقل المسار. على الأقل حتى اللحظة الأنباء الواردة من مصر تؤكد بأن نسبة المقاطعة قد تكون كبيرة جدا، خاصة في أوساط الشباب. وذلك ينم عن احتمالات عدم الاستقرار المقبل، لأنني أعتقد بأن الشباب في مصر لن يسكت على الواقع الانقلابي الذي فرضه الجيش المصري بعد الانقلاب على الرئيس الآن مرسي. سنصل إلى ملف بأن مشكلة الغليان في الشارع المصري ستستمر لأشهر قادمة. الآن سنصل إلى ملف يعني الجاري للقربة في مالي. أخيرا يعني تفجرت أزمة من جديد في مالي، وبدأ الاقتتال في كيدال في شمال مالي، وبعدها تدخل الرئيس الموريتاني وفجأة يعني استطاع بسرعة أن يوقع اتفاقا. ما سر هذا النجاح الكبير والمفاجئ الذي حققه الرئيس الموريتاني؟ وهل هو فعلا نجاح كذلك أم أن العملية صيغت إعلاميا بطريقة مختلفة عما هي في الواقع؟ لا، أنا أعتقد بأن ما حدث في كيدال يوم 17 هو بأن الحكومة المالية حقيقة استفزت الحركات المسلحة الأزوادية التي كانت تسيطر على المدينة بشكل فعلي، وإن كان هنالك حضورا رمزيا للدولة المالية منذ الاتفاق الذي رأته. كيدال تقريبا ظلت استثناء بعد أن تدخل الفرنسيون كيدال كان لها وضع استثنائي تقريبا. لا، كيدال كان لها وضع استثنائيا، كان المقاتلون الأزواديون يرفضون رجوع أي مظهر مظاهر الدولة المالية أسابيع بعد سقوط الشمال بين أيدي القوات الفرنسية والقوات الإفريقية. وما حصل هو بأن قوات المينيسما تابعة للأمم المتحدة وقوات ميساهل تابعة للاتحاد الإفريقي والمنظومة الدولية بشكل عام ضغطت على تلك الحركات لتقبل العودة الرمزية لرموز الدولة المالية إلى كيدال. وهذا ما حدث فعلا بعودة الوالي وبعودة الحكام وبعودة يعني عودة شكلية لمظاهر الدولة، رغم أن التحكم الفعلي في الأمر الواقع كان بين أيدي الحركات المقاتلة، خاصة حركة أمينيلا وحركة المجلس الأعلى الموحد لأصوات الذي هو الواجهة السياسية لأنصار الدين. وبالتالي الواجهة السياسية لأنصار الدين نعم هكذا يعني، لأن الشيخ أقوسا كان هو الشخص الثاني في حركة أنصار الدين. عباس أقنتالا كان كذلك شخصية من شخصيات أنصار الدين، لكنه انشق على أنصار الدين في مرحلة بعد هزيمة القوى بعد هزيمة الجهاديين وحلفائهم في شمال مالي. أعتقد بأنهم يعني من الواضح بأن المجلس الأعلى بأنه واجهة سياسية لأنصار الدين، وبأن المقربون من إياد أغالي هم الذين يتحكمون فيها حتى الآن. وبالتالي أعتقد بأن أكمل الفكرة بأنه يوم 17 قرر رئيس الوزراء المالي أن يزور مناطق الشمال غاو وتمبكتو وكيدال. وقبل ذلك بأسبوع أعلنت الحركات مجتمعة بأنها لن تقبل بزيارة رئيس الوزراء المالي للميدان دون موافقتها. ورئيس الوزراء المالي أو الحكومة المالية رأت في ذلك استفزازا لها، واعتبرت بأن أنتم الآن تسردون الوقائع التي تمت يعني، لكن هناك من يذهب إلى تحليل يرى أنه كأن هنالك مصلحة فرنسية موريتانية التقت، أو أن مصلحة فرنسية كانت في إيصال رسالة تأديب ما إلى الحكومة في مالي، وأنه تم توظيف من ناحية جماعة أمان الله، وهي جماعة نعرف أن لها علاقة قوية بموريتانيا وبفرنسا في ذلك، لأنه ما كان للمقاتلين الأزواديين أن يسيطروا على كيدال بهذه الطريقة، ربما لولا ضوء أخضر فرنسي. هل يمكن أن نعتمد هذا التحليل؟ لا، أنا أعتقد بأن ممثل الأمم المتحدة في مالي بيرت كوندوس وجه رسالة واضحة للحكومة المالية بأنه من غير المستحسن أن يقوم رئيس الوزراء المالي بزيارة إلى كيدال في الظرف الراهن، ورغم ذلك قرر أن يزور كيدال. والأكيد بأن الفرنسيين الذين اعتمدوا كثيرا على الأمنلا، على الحركة الوطنية لتحرير الأزوات في حربهم ضد القوى والحركات الجهادية، سواء بتوفير المعلومات، سواء حتى في بعض الأحيان بتوفير يعني
لقيت بتوفير دليل من دليل أدلة الأدلة أو الأشخاص الذين يدلون الفرنسيين على الوصول إلى بعض إلى بعض النقاط. أعتقد بأن التحالف الفرنسي بين فرنسا ومنيلا واضح، لأن فرنسا حررت كافة أجزاء الشمال مالي باستثناء كدال. كدال تركت كأنها هدية أو تركت كأنها هدية لحركة المشروع الفرنسي القديم. كان فيما يبدو في بداية الحرب في شمال مالي، كان ربما انه الفرنسيين كان لديهم استعداد لقبول استقلال شمال مالي او على الاقل حكم ذاتي كبير موسع فيه. نعرف انه تم اعلنت امان لا عن استقلال لا فرنسا فرنسا لم تساند فرنسا لم تساند ابدا استقلال شمال مالي ولا الحكم الموسع، ولكنها تريد ان 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 ان, أن ترغم الاطراف خاصه الحكومه في باماكو الى التراجع عن كثير من التعنت الذي تبديه من حيال بعض القضايا وبعض المظالم التاريخيه التي يتعرض لها سكان الشمال المالي. ولكن ما حصل في كيدال هو بأن الدولة المالية استفزت تلك الحركات، وفرنسا ظلت ثابتة على موقف سبق أن اتخذته بعد تحرير الشمال المالي، قالت بأن هي لن تتدخل ما بين الحكومة المالية والحركات المقاتلة في حالة نشوب صراع، بل تسعى إلى أن تخلق مصالحة بين الأطراف. وبالتالي أعتقد بأن الحكومة المالية استنقصت على فرنسا أن تكون أحجمت عن تقديم الدعم للجيش المالي ميدانيا، وبأن أحجمت حتى عن توفير الحماية لرئيس الوزراء قبل أن ينشب القتال في كيدال. وما حصل في الحقيقة هو أن موريتانيا للمرة الأولى استثمرت العلاقات التي تربط هذا السؤال بين سأطرح. يعني هذا النجاح الموريتاني بأن رئيس موريتانيا يذهب إلى باماكو ويعلن مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المالي، يتوجه إلى كيدال، يحصل على اتفاق وقف إطلاق النار من أهم الحركات الأزوادية، هل يعني استثمرت أو جنت أو قطفت موريتانيا هنا ثمرة علاقتها القوية أيضا بهذه الحركات؟ نحن نعرف أن أنا أعتقد بأنه للمرة قادتها موجودون هنا، أعتقد بأنه للمرة الأولى تنجح موريتانيا في استثمار علاقاتها واستثمارها في ما استثمرته في الحركات المتمردة في الشمال المالي بإيوائها وفي بعض الأحيان حتى إجراء بعض التنسيقات معها وتوفير بعض التسهيلات لها. ذلك أنه منذ اندلاع الأزمة كنا دائما نسمع بأن محور المحادثات في قضية مالي يكون دائما في بوركينا فاسو وفي الجزائر بعد أن غاب الدور الليبي. وبالتالي ورغم أن كافة القادة أو أغلب قادة الحركات المقاتلة في الشمال المالي بأنها كانت موجودة في موريتانيا، ولكن عندما تحين لحظة الفصل أو لحظة الدخول في أمور عظيمة من أجل تسوية المشاكل يتوجهون إلى واغادوغو أو إلى الجزائر، وكأن موريتانيا ليست سوى منطقة عبور بالنسبة لهم أو خط هذا الاستثمار آمن ينطلقون من خلاله من أجل التوصل إلى ما يريدون. هذا الذي سميتموه جني ثمار الاستثمار الموريتاني في هذه الحركات، ألا تعتبرون أنه استثمارا خطرا واستثمارا غير آمن؟ يعني كيف لبلد أن يستثمر في حركات تهدد استقرار بلد جار، خاصة أنه البيت الموريتاني هو بيت من الزجاج في أحسن أحواله؟ لا هو أكيد بأن هنالك مخاطرة كبيرة في موريتانيا بلعب دور الكومبارس في قضية شمال مالي. أكيد بأن هنالك مظالم تاريخية تعرض لها الكثير من المواطنين في الشمال المالي، وبالمناسبة ليس فقط السكان التوارق والسكان العرب، بل هنالك كذلك مجموعة من سكان فلان وسكان سونغاي من سكان البوزو الذين يتعرضون لنفس المظالم كتلك التي يتعرض لها غيرهم من ساكنة الشمال. أكيد كذلك بأن هنالك علاقات تاريخية وعلاقات اجتماعية وعلاقات ثقافية عميقة تربط الشعب الموريتاني بجزء من الشعب المالي، كما أن هناك أجزاء أخرى من الشعب الموريتاني ترتبط بعلاقات تاريخية عميقة مع أجزاء أخرى من الشعب المالي من غير ساكنة الشمال. وبالتالي أعتقد بأنه كان من الأجدر بموريتانيا أن لا تأوي القادة السياسيين وأن لا تنسق معهم بشكل علني على الأقل، وبأن لا تمدهم بالوسائل التي يقال بأنهم يتمتعون بها انطلاقا من موريتانيا، بل تستكفي بدور إنساني
في استقبال اللاجئين المدنيين الذين يبحثون عن ملاذ آمن من الحرب. أما تداخل الأجندات والدخول في أجندات سياسية قد تحمل مفاجآت. على ذكر تنوع الترابط بين مكونات الموريتانية والمكونات المجتمعية في مالي، هنالك مفارقة لافتة، إنه واضح إنه الارتباط هو ارتباط فعلا يبدو ارتباطا قويا يخرق المنطق. لاحظنا إنه المكون الذي يرفض هنا أي حديث عن حقوق الأقلية في موريتانيا يبدو متحمسا كثيرا لحقوق الأقلية في مالي، والمكون هنا الذي يعني يتأثر ويرفض هيمنة الأغلبية في موريتانيا يبدو مسوغا غالبا هناك لحقوق الأغلبية في مالي. ألا يبدو في هذا الأمر؟ لا، أنا أعتقد بأنه لا، هي مفارقة، هي مفارقة، ولكنها تعكس كذلك خلاف بنيوي عميق بين مكونات الشعب الموريتاني حيال القضايا، سواء قضايا عربية أو قضايا إفريقية. وأعتقد بأنها تدخل في إطار تحكيم المفرط للعاطفة في معالجتنا للأمور دون النظر موضوعيا إلى ما يجب عليه، يعني ما يجب أن تكون عليه الأمور، لأننا ننظر إلى الأمور بكثير من العاطفة. ننظر أولا إلى علاقة التقارب، سواء عرقيا، سواء إيديولوجيا، سواء فكريا، سواء حتى في بعض الأحيان عقديا. بالتالي أعتقد بأن من يفكرون بمنطق الدولة يجب أن يفكروا أولا بمنطق مصلحة الدولة، أولا مصلحة الدولة الموريتانية، مصلحة الشعب الموريتاني بغض النظر عن فئاته وعراقه. هذا ما ينبغي، لكن هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. وبالتالي أعتقد نحن تابعنا نخبا هنا في موريتانيا، عندما يتحدث بعض الناس عن بعض الإشكالات التي يواجهها المجموعة الزوجية يضيقون ذرعا بهذا، ويعتبرون أنه هذا يعني خط أحمر. لاحظناهم متحمسون جدا لنفس المظالم التي يطرحها سكان شمال مالي، وفي المقابل لاحظنا أن هنالك بعض النخب أيضا القومية الزنجية التي تشكو من هيمنة ما تسميه المجموعة العربية. لاحظنا أنها تبدو هنالك مدافعة عن الهيمنة المجموعة المركزية أيضا في مالي. كيف أنا كيف أعتقد بأن كما قلت لك بأنه تناقض صارخ في المواقف، ينم عن عمق الصراع الداخلي الموريتاني حيال القضايا المحيطة بنا. يعني لو عدنا إلى النجاح، هذا النجاح الذي اعترفتم به كذلك لوساطة الرئيس الموريتاني في قضية كيدال، هل تعتقد أنه يمكن أن يغير صورة الرئيس الموريتاني والنظام الموريتاني في بالنسبة للماليين؟ كان الإعلام المالي في مرحلة من المراحل يعتبر أن النظام الموريتاني، أنا أعتقد كذلك، حتى لأنهم كانوا يعتبرون أنه حتى كان له دور في دعم الانقلاب على أتاتيه. ما صدر يوم أمس وقبل يومين في باماكو عن الصحافة المالية يعني تشكك في الدور الحقيقي للرئيس الموريتاني. وعلى فكرة أنا لم أكمل الاستطراد الذي كنت قد دخلت فيه من أجل. إنكم ستكملونه بعد الفاصل. إذا لدينا فاصل قصير، إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير، نواصل بعده حلقة الليلة من برنامج في الصميم التي نستضيف فيها الباحث في الشؤون الإفريقية الأستاذ عبد الله مدوبة. لا تذهبوا بعيداً.